علامات الاستفهام انه هدافين الاهلي الموسم ده لعيب نص ملعب وباك شمال، قفشه وعلي معلول، كل واحد منهم جايب 8 اهداف. دي بالنسبه لنا في ظل الاسماء اللي موجوده في خطوط في خط هجوم النادي الاهلي برضو تعتبر علامه استفهام كابتن سيد. يعني علامه استفهام وكارثه بصراحه. يعني النادي الاهلي ما ينفعش بصراحه يكون من الناس اللي الهفاط هي اللي هدافين الدوري. دي او هدافين الفريق، دي حاجه بالنسبه لي جديده عن النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي معروف المهاجمين، المهاجمين اللي بيلعبوا في النادي الاهلي بيلعبوا في منتخب مصر معظمهم، يعني مش لو قعدنا حلقات كتيره نعد اسماء يعني طبعا. فبالتالي لا، احنا في النادي الاهلي في الخطه المركز ده يمكن على مستوى مصر كلها بقى في عمله نادره، هو يعني قال بشكل كبير طبعا. يعني النهارده لما نيجي ندور كده، يعني يعني وانا بدردش معاك برضه قبلها قلت لي الاهلي محتاج 2 افارقه. دي حقيقه بصراحه. لان الاهلي بيشارك في كذا بطوله والناس المميزه اللي في مصر احنا يعني موجودين. يعني كان حسام مثلا الاهلي تعاقد معاه، محمد شريف بقى له كذا سنه في النادي الاهلي، فاعتقد انهم دول افضل يعني من افضل الناس وبيلعبوا في يعني لعبوا في انديه كويسه، ولما جه النادي الاهلي برضو قدم بشكل كويس. لكن المهاجم الحته المركز اللي محتاجه النادي الاهلي بشكل كبير برضو لازم يكون في مهاجم افريقي. يعني مهاجم سوبر يقدر من اقل فرصه يجيب جون ويبقى موجود مع الاثنين اللي موجودين هنا في الفريق، عشان طبيعي الاهلي لازم عنده قوه ضربه في الحته الخط الامامي ده. طيب يعني مش معقول يكون النادي الاهلي الهفاط بتاعته هي اللي بتجيب الجون.